صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 43 لسنه 2023 بتعيين مديرين في المحافظه الشماليه وذلك بناء على عرض وزير الداخليه جاء فيه يعين في المحافظه الشماليه كل من السيده دلال ناصر شبيب النعيمي مديرا لاداره المعلومات والمتابعه السيد سهيله احمد يوشع اليوشع مديرا لاداره الخدمات الهندسيه والاستثمار